صفقوا عليهم الجمهور هادو ديال سيدي قاسم عبد الله بن بي هادو الغرب الجهه ديال الغرب تعاونوا مع السيد تعاونوا معاه المدخله راه عامره صفقوا عليهم طلقه مليحه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله كما تشوفوا اليوم حنا اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الثقافي لجامعة بلاد عيش هو مهرجان سنوي تنظم يعني بتنشيط واحد المجموعه من الانشطه منها الانشطه الثقافيه والانشطه الرياضيه والانشطه الاجتماعيه وكذلك الانشطه الفنيه وانشطه العروض التبريده اللي كتدخل في التراث الثقافي اللامادي شكينا من مجموعه هذه النسخة هذه عرفت مشاركة ديال 20 فرقة أي 20 فرقة من مختلف جهات المملكة حاولنا هذه النسخة تكون متميزة يعني وتاخذ واحد الصيت وطني مشاركة واحد المجموعة ديال الجهات جهة مراكش أسفي جهة بني ملال فنيفرة جهة الدار البيضاء السطات وكذلك جهة الرباط سلا زمور زعيم فعلا هي الصربة اللي تتمثل الأقاليم الصحراوية المغربية اللي جات شرفتنا في هذه الدورة هذه وكانت واحد العروض متميزة لهذا الجمهور اللي حج من جميع مناطق المغرب فعلا هذه العروض ديال التبوريده غادي تكون كنطلقوا يوم امس الخميس يوم الجمعه غدا السبت والاختتام غادي يكون يوم الاحد ان شاء الله من بعد نحكي لكم على الصوت المهم نعرفكم على راسي انا رجاء مدينة بني ملال 16 عام كنتمي لولاد عيش وكنركب مع حمادي البرهمي مقدم وكنشارك في المواسمات بزاف المواسم شي باقي لي 10 المواسم دابا باش كنشارك كاين ديال ولاد سماعين وديال راس العين وكنمشي للخريب كامريزيق وكنمشي ننتمي ديال ولاد يوسف وديال ولاد يعيش دابا تجيك المشاركه مع الرجال والطلقه ديال الغرب ديجا كيكون ولف وديجا كتكون شويه تبوريده كما كيقولوا شويه كتكون واحد ما كاينش شعور ديال الخوف وكيكون عادي مساله عاديه كنتمنى ولكن انا بني ملال ما كاينينش بني ملال كيركبوا البنات بزاف نسبه قليله يعني عندك طموح دير شي فرقه ديال ان شاء الله يا وش يا المعلم قدم على العجري وش عوام راجب الني عوال اخابي السنة والاحضر السنة قرأت يوم عجبك